رامز، يعني أنا بحييك، كنت على المسرح يعني أداء قوي جدا وصوت ثابت، وقاعد قدامك ناس كتيرة جدا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. يعني كلمني بقى عن الكواليس وشعورك لما قالوا لك إن أنت هتبقى في الاحتفالية تقدرون باختلاف، تقالي شوف يعني تابعتها المرة أو العام اللي فات، وتجهيزكم كمان لفقرة اسأل الرئيس دي تقريبا أهم فقرة. يعني هو فعلا مظبوط، كان أهم فقرة وكنت فرحان جدا طبعا. ها، وفي بالنسبة للكواليس النهارده انا كنت اصلا قلقان وكنت في رهبه كده وانا كنت داخل، وخصوصا ان احنا بنطلع باسانسير على الستيج، فكنت خايف جدا، بس الحمد لله الرهبه راحت لما يعني قلت الصور بتاعه كده، ف يعني الحمد لله. عملت بروفات بقى كتير على القعده وعلى الكلام كتير قوي، يعني من شهر 10 تقريبا الحمد لله بروفات بتتدربوا. طب احكي لي يا رامز، يعني لما كنت بتتابع بقى احتفاليات قادرون باختلاف قبل كده كنت بتبقى عايز تبقى جزء منها لان مصر كلها بتتابعها والحقيقه كلنا بنحبها جدا. انا كان نفسي بصراحه من سنه 2018 كانت بصراحه، بس الحمد لله بقيت فيها النهارده. انت سالت سؤال مهم جدا لسياده الرئيس يا رامز، وسؤال اجابته حتى كانت محوريه ومهمه جدا بالنسبه للناس. ايه شعورك وانت بتوجه السؤال كده لرئيس الجمهوريه قدام المصريين كله؟ يعني هو احساس كان حلو، بس زي ما قلت كنت خايف جدا يعني من الرد وكده، بس يعني الحمد لله السؤال عدى وكده. لا بس في ثبات فظيع. لا ما تقولش خايف، ده يعني يا رامز بص صوتك كان اقوى من صوتك دلوقتي، انا ما اعرفش ده تعب البروفات ولا ايه. والله لحد دلوقتي اقسم بالله ما ريحت حتى، ما نمتش. انا من الساعه ما خلصتني الساعه 1:30 او 2:15 كده، وما نمتش لحد دلوقتي والله العظيم. ربنا معاك. وصحيني الساعه 4 الفجر. ما طبعا البروفات دي بتبقى بقى ايه، وبعدين كمان الاحتفاليه بدات بدري، فاكيد انتوا كمان رحتوا ودخلتوا بدري جدا. كنا هلكانين اصلا.